جميع المتهمين الان كنقوموا بالزياره ديالهم في سجن عكاشه بشكل يعني دوري، وطبعا سنتابع القضيه الى حين انتهائها هنا محكمه السير في الدار البيضاء. اخر مره هو الزياره ديال السجن يوم الجمعه الفارط. كان يعني تقريبا نفس، لم يكن هناك جديد، كان حيث ما حول ظروف ديال الاعتقال ديالو، ظروف يعني ديال السجن، الحقوق ديال السجن ديال اي سجين، واش متوفره ولا متوفراش، معنوياته كانت طبعا مرتفعه. طبعا انه كيقول انه عنده ثقه في نفسه، انه الاعمال اللي قام بها كتدخل في اطار السلميه كما كان كيعبر عليها في مجموعه ديال الفيديو، وانه يعتبر هذا الاعمال اللي قام بها ليست مجرمه قانونا، وبالتالي كيعتبر انه الاعمال اللي قام بها هي مشروعه ومطالب مقبوله ومشروعه، وبالتالي لا يعتبر انه قد قام بفعل يمكن ان يعتبر جريمه. لا بالعكس، الزنزانه جماعيه مع الرفاق ديالو، هو موضوع كلهم جناح 8 وكل ثلاثه في غرفه. لا القضيه ديال الحبس الانفرادي غير 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 مؤكده وغير موجوده. شكر الدفاع على المؤازره ديالو، ونتمنى انه الامور تدوز تكون محاكمه عادله منصفه وتوصلوا فيها الحقيقة، وان كل وقع اجلاء الحقيقه كل حقيقه فيما يقع في الريف. يعني لا زال طبعا يتمنى على انه يكون هناك حل لهذه المساله باطلاق سراح المعتقلين والمحاولات يعني تحقيق المطالب اللي من اجلها خرجوا كحراك في الشمال.